أذكر مرة رحمه الله كنا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة، طبعا رئيس المجلس هو الملك فهد رحمه الله، لكن ينيب الشيخ عبد العزيز بن باز في رئاسة المجلس، وكان وقتها ليس في الجامعة مدير، كان الشيخ عبد المحسن العباد هو وكيل أو نائب وهو المسؤول عن الجامعة، لأن الشيخ عبد العزيز بن باز انتقل منها إلى الرياض للإفتاء. وأعضاء المجلس من كبار العلماء والشخصيات في العالم الإسلامي، وقدمت الجامعة مشروع حول الطلاب الذين أحضروا أسرهم معهم بطريقة غير نظامية، يعني لم تأذن لهم الجامعة وجاءوا، والمشروع أن هؤلاء يعودون يعني كأسر، لأنها في الصعوبة بالنسبة للجامعة فيما يتعلق بإسكانهم، فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لهم. ومعظم إن لم يكن كل أعضاء المجلس يؤيدون الجامعة في رأيها، والشيخ ابن باز رحمه الله يحاول ما استطاع أن يقنعهم ولم يستطع. جاء وقت صلاة الظهر في أيام اجتماعنا وقال نذهب للصلاة وبعد الصلاة إن شاء الله يكون خير. بعد الصلاة لما بدأت الجلسة أعاد الكلام، وجد رأي الآخرين مع الجامعة يصر على أنهم يسافرون، فسأل الشيخ عبد المحسن بن عباد قال لماذا أنتم مصرون على أن يذهبوا؟ قال ما ليست لدينا تكاليف حتى يعني نؤمن لهم السكن وترتيباتهم، وقد يضطر أحد منهم يذهبون في الأسواق للتسول أو كذا. فقال لك كم المبلغ المطلوب لهم؟ قال 3 ملايين ريال. 3 ملايين ريال في ذلك الوقت كبير، ما كان من رحمه الله إلا أن ضرب بيده على صدره وقال أنا أتكفل بالمبلغ. فمعظم من في المجلس أصبح يبكي من موقف الشيخ رحمه الله في ذلك الموقف، وبالفعل أبقاهم